شنو هو تحدي 60 ثانية حرية؟ عنا تحدي 60 ثانية وحرية. المسابقة الأولى هي الروبورتاج، باش تحكي قصة حدث، مكان، شخصي، وانت عندك حرية الاختيار. المسابقة الثانية هو الإبداع الفني الحر، يعني حر نجم تخدم كورميتراج، شعر، تنداب، سلام، حتى فيلم صامت. المهم إبداع فني حر. 60 ثانية يعني 60 ثانية، مش 59 سكوندة ومش دقيقة وثانية. الحرية معناها حرية، هو صحيح سؤال فلسفي، أما خلينا نحكي، فما حرية المرأة، حرية الطفل، حرية المعتقد، حرية الرأي، إلخ 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 إلخ. هذا هو تحدي 60 ثانية حرية. إذا كنت تحب تشارك معنا فما الرابط تحت الفيديو هذا، تخدم الفيديو وتعمل لنا الفورمولير. المسابقة مازالت متواصلة حتى لنهار 30 جوان، فما 6 جوائز، 3 جوائز في الروبورتاج، 3 جوائز في الإبداع الفني، فما جائزة السابعة اللي هي جائزة الجمهور، أكثر فيديو لايكي على اليوتيوب باش تربح الجائزة هذه. نستناو فيديوهات، يلا جو.